ليس بالكثرة ولكن بالتميز، هكذا يسير لاعب كرة القدم كريم بوضياف، حيث لا يمتلك الكثير من السيارات لكنه فقط يمتلك المميز منها. إليكم في حلقة اليوم من تيربو المشاهير أبرز سيارتين يمتلكهما كريم بوضياف. يمتلك كريم بوضياف سيارة تويوتا فور رانر الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم، وتتميز بالقدرة على التحرك على الطرقات الوعرة. وتعتمد السيارة محرك 6 فولت سعة 4 لترات يستطيع توليد قوة 270 حصاناً، وهو مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات. تتوفر السيارة المميزة هذه بنظام الدفع الخلفي، كما تتميز مجموعة نقل الحركة بتسارع غير ملحوظ، حيث يستغرق التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة زمناً قدره 7.7 ثانية. كما يمتلك السيارة نيسان ألتيما والتي تحتوي على شبكة كروم سوداء ومصابيح ليد أمامية بشكل قياسي، وتأتي مع عجلات مقاس 17 بوصة مصممة حديثاً، في حيث تتمتع نسخ SR وSL وSR VC تيربو بعجلات مقاس 19 بوصة معاد تصميمها. تضم نيسان ألتيما محركاً قياسياً رباعي الأسطوانات بقوة 180 حصاناً بسعة 2.5 لتر مقترناً بناقل حركة من نوع CVT، وتتمتع السيارة أيضاً واختيارياً بمحرك مع شاحن توربيني سعة 2 لتر مؤلف من 4 أسطوانات يستطيع توليد قوة 248 حصاناً مع وقود ممتاز، كما يتصل به ناقل حركة متغير السرعة CVT. يأتي المحرك الأساسي للسيارة سعة 2.5 لتر مع ميزة الدفع الرباعي، في حين بالإمكان اختيار نظام الدفع الرباعي للمحرك الأقوى. وقد ولد كريم بوضياف في فرنسا وهو من أصل جزائري، وتم تجنيسه لتمثيل قطر على المستوى الدولي. في 5 سبتمبر 2010 لعب بوضياف مع نادي لوخيا في نهائي كأس الشيخ جاسم 2010 ضد العربي الرياضي، كما أنه في 22 ديسمبر 2009 تم استدعاؤه للمنتخب الجزائري تحت 23 سنة لمعسكر تدريبي في الجزائر العاصمة. تقدر ثروة اللاعب الجزائري الأصل ب1.5 مليون دولار وبراتب سنوي قدره 60 ألف دولار.